عاصفة قوية ضربت عدة ولايات أمريكية جنوبية خلال الأيام الماضية، وكان من أكثر الولايات تضررا ولاية نورث كارولينا. مقطع معين تم تداوله بشكل كبير من الولاية خلال الساعات الماضية بيظهر فيه طلبة إحدى المدارس وهم بيلعبوا في صالة الرياضة الداخلية، فجأة بتهب العاصفة وبتقتلع جانب بأكمله من المبنى. وسائل إعلام تحدثت عن إصابات في صفوف بعض الطلبة استدعت نقلهم للمستشفى، ومركز الأرصاد المحلي قال إنه الرياح تجاوزت سرعتها 130 كيلومتر في الساعة، وهذه الرياح هي كانت السبب في الدمار اللي صار في المدرسة. على العموم نشوف المقطع اللي التقطته كاميرات المراقبة.